يوم الاربع اللي جاي مصر تونس قبل نهائي كاس العرب، هيكون معانا كابتن مراد المالكي طبعا نجم المنتخب التونسي السابق وفريق الترجي التونسي، عشان نتكلم على بدايه فوز تونس على عمان وفوز مصر على الاردن ومواجهتهم اللي كتير برضو وصفوها زي ما وصفوا مواجهه مصر والجزائر بالنهائي المبكر. كابتن مراد مساء الخير واهلا بيك طبعا على شاشه النادي الاهلي. شكرا كابتن احمد سمير، اهلا بحضرتك شكرا على الاستضافه في برنامجك المتميز السادسه. كل الشكر لحضرتك على مشاركتك معانا. بدايه لازم ابارك لك الحقيقه مش بس على تاهل تونس للدور قبل النهائي، لكن على المردود الجيد جدا اللي قدمته تونس على مدار البطوله. ازاي بتشوف البطوله، ازاي بتشوف او بتقيم البطوله من ناحيه تنظيميه، من ناحيه قوه المنافسه، قبل ما ندخل ونتكلم على المباراه المنتظره؟ قبل كل شيء مبروك لمصر، مبروك الجمهور المصري. الله يبارك في حضرتك. نصف النهائي معناتها بالنسبه للتنظيم، معناتها كان تنظيم في من طراز عالمي، معناتها شفنا الملاعب، شفنا التنظيم وسط الملعب، شفنا الجماهير، شفنا كل شيء، معناتها حتى الكاميرات، شفنا كأس عالم مصغر. البعض توقع انه اقامه البطوله دي بدون المحترفين اللي بيلعبوا في الانديه الاوروبيه الى حد ما هياثر على مستواها، ولكن اعتقد انه مستويات الاداء بشكل عام اللي قدمتها كل المنتخبات العربيه بتقول انها كانت بطوله قويه جدا، واعتقد انك تتفق معايا ان كل المنتخبات اللي شاركت استفادت. اكيد اكيد، خاصه باش نعطيه حظ اكثر للاعبين اللي ما سمحت لهمش الفرصه ان يكونوا موجودين في المنتخب الاول، اثبتوا اللي هم قادرين يكونوا موجودين في فريق الكبار. شفنا لاعبين من طراز عالمي بشهاده الفنيين، بشهاده الجمهور، وهذا معناتها شيء ممتاز بالنسبه للكره العربيه، وخاصه معناتها البطوله الافريقيه، البطوله العربيه. تقييمك لمردود المنتخب التونسي، وخصوصا ان بطوله كاس العرب يمكن بتسبق على طول مرحلتين مهمين في مشوار المنتخبات الافريقيه على الاقل. البطوله الاولى هي بطوله كاس افريقيا، ومن بعدها المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. ازاي استفاد المنتخب التونسي من وجهه نظرك من البطوله دي؟ والله استفاد خاصه بتشريك عديد اللاعبين اللي كان عندنا نقص في الاماكن، خاصه في وسط الميدان كما برمضان، في الدفاع كما رينا بلال العيفة، رينا توغار، رينا لاعبين معناتها ما سمح لهمش المدرب معناتها باش يكونوا موجودين في الفريق الاول في تصفيات كاس العالم. جاتهم الفرصه اليوم، معناتها اثبتوا اللي هما عندنا لاعبين نجموا يكونوا اساسيين لتصفيات كاس العالم في المباريات اللي جايه ان شاء الله. عدد كبير من لاعبي المنتخب التونسي محترف في الدوري المصري، وبالتالي الوجوه دي مش غريبة علينا ومش غريبة على لاعبي منتخب مصر. يعني بكلمك على فرجاني ساسي فترة طويلة مع نادي الزمالك، بكلمك طبعا على علي معلول نجم النادي الأهلي، بكلم على حمزة المسلوسي، بكلم على الجزيري، بكلم على فخر الدين بن يوسف. في رأيك النقطة دي تصب في مصلحة المنتخب المصري؟ أكيد أكيد، الأداء اللاعبين هذوما لاعبين عندهم خبرة ولاعبين عندهم فنيات كبيرة، وشفنا حتى المستوى تاع البطولة المصرية ارتفع شوية، معناتها خاصة باللاعبين هذوما باللاعبين الأجانب، رينا مستوى عالي في البطولة المصرية، وأنا قاعد نتابع معناتها يوم في كل المباريات نشوف اللي المنتخب المصري استفاد من تواجد اللاعبين التوانسة والأفارقة اللي عاونوا برشا الكرة المصرية. ورينا الشيء هذا معناتها في المباريات اللي شفناها في البطوله العربيه. قطر الجزائر، مصر وتونس، هل من وجهه نظرك المنتخبات الافضل هي اللي وصلت للدور اللي قبل النهائي، ولا كان في منتخب يستحق التواجد في المرحله دي؟ والله المنتخبات اللي ترشحت، شفنا البارح مباراه الجزائر ومباراه المغرب، كانت مباراه ما تعرفش شكون باش يفوز في المباراه هذه. رينا مباراة 90 دقيقة وأكثر 120 دقيقة، ريتم عالي بشهادة الجميع. معناتها بالنسبة للنصف النهائي ما فيش تكهن مسبق، الفرق المترشحة كلها لدور النصف النهائي تستحق أنها تكون موجودة في المربع الذهبي، وإن شاء الله اللي أجدر إن شاء الله يكون محضر مبارياته كما يلزم، ويكون حاضر خاصة ذهنيا أكثر، ذهنيا وبدنيا يكون له
ان شاء الله مش يترشح للدور النهائي. خليني اسمع برضو رايك في المنتخب المصري نسخه كاس عرب تحت بتوقيع او ببصمه كارلوس كيروش، ازاي شايف المنتخب المصري وشايف افضل او اهم اللاعبين او مفاتيح اللعب في منتخب مصر لفتوا نظرك على مدار البطوله؟ والله الفريق المصري بقياده المدرب كبير مثل كارلوس، معناتها رينا فريق منظم في الدفاع في الهجوم وسط الميدان، رينا تغيير اللعب، لعب قصير لعب طويل، رينا فريق ممتاز خاصه مع الفريق المصري بشهاده الجميع، وشهاده التوانسه في شهاده الجزائريين شهاده المغاربه، الناس كلها تشكر في المنتخب المصري، خاصه رينا المباراه الكبيره بين مصر والجزائر، رينا حقيقه المنتخب المصري. المنتخب المصري تواجده في الربع النهائي مش في النصف النهائي ماهوش صدفه، رينا تواجده مستحق ويستاهل ان يكون في المربع الذهبي، علاش ليه معناتها في النهائي. رؤيتك للمواجهة كابتن مراد، شايف المباراة هتكون ازاي؟ هي مباراة تكتيكية، رينا معناتها المنتخب المصري أو التونسي لاعبين ذكيين، خاصة لاعبي وسط الميدان، شفنا معناتها لاعبين عندهم الخبرة ويعرفوا بعضهم، معناتها في الدوري المصري أو الدوري التونسي ماناش بعاد على بعضنا. المباراة هذه باش تكون خاصة زاد بالنسبة للتواجد الذهني طيلة المباراة، معناتها 90 دقيقة وأكثر من 90 دقيقة. المنتخب المصري منتخب ممتاز، هذا المنتخب التونسي منتخب منظم، رينا البداية نتاعو ما كانتش ممتازة، لكن بمرور المباريات رينا المنتخب التونسي قاعد يتحسن من مباراة إلى أخرى، وزاد رينا المنتخب المصري الصوت الثاني ضد المنتخب الأردني نقام مقابلة كبيرة، رينا فريق معناتها 90 دقيقة وهو قاعد يهاجم حتى تحصل على الترشح للدوري السنتين. كابتن مراد المالكي طبعا نجم الترجي التونسي ونجم منتخب تونس السابق، بشكرك شكرا شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشه الاهلي، كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وفي النهايه الحقيقه لقاء اشقاء، احنا نعتز باشقائنا في تونس، نتمنى انه اللقاء يطلع بالشكل اللي يشرف الكره العربيه. طيب.